في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عدد من التشكيلات العصابية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية متنوعة، وكذا ضبط عدد من قضايا الفساد الوظيفي. تواجه وزارة الداخلية بكل حسم جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، ونجحت الإدارة من خلال عمليات الرصد والمتابعة في الوصول إلى عناصر التشكيل العصابي المتورط في هذا النشاط الإجرامي، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم بإحدى قرى محافظة الفيوم. أنا جالي رسالة من التليفون فحبيت أعرف الرسالة دي إيه، فكلمته فقال لي دي إحنا خدمة البنك، وخد مني الـ 14 رقم بتوع الفيزا اللي بره والثلاث أرقام التانيين، وقدر بعديها ياخد مني 45,000 جنيه. جيت الأموال العامة هنا عملت محضر، وفي الوقت قليل المتهمين اتقبض عليهم وجابوا لي فلوسي. التشكيل عناصره تقوم بالاتصال هاتفيا بمواطنين تحت زعم انهم موظفوا خدمه عملاء بنوك او شركات محمول او مندوبي احدى الجهات الحكوميه، وتقوم بايهامهم بفوزهم بجوائز ماليه او منح من الجهه الحكوميه او تحديث بياناتهم بالبنوك، وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصه بهم واستخدامها في عمليات الشراء على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة بزعم تحديث بياناتهم البنكية ويقوموا بالاستيلاء على تلك المبالغ. وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الحذر في التعامل مع تلك الادعاءات الكاذبة، فلا يوجد جهاز مصرفي أو جهة حكومية تطلب من المواطنين بيانات حساباتهم البنكية، وكذا سرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع لضبط مرتكبيها. واستمرارا لمواجهة الإدارة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، تمكنت في هذا الإطار من ضبط 4 تشكيلات عصابية بالشرقية والغربية والإسكندرية قاموا بالاستيلاء على 83,200,000 جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهم امتنعوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. كما نجحت الإدارة في ضبط 6 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بعدد من المحافظات بإجمالي مبالغ مالية بلغت قرابة 16,000,000 جنيه. واستمرارا لجهود مكافحة جرائم الإضرار بالمال العام، تمكنت الإدارة من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية استغل موقعه الوظيفي وقام بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وإصدار ترخيص بناء له على أرض ملك الدولة تقدر قيمتها 1,800,000 جنيه، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام وتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. مديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص أنشأ كياناً تعليمياً واتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغب الحصول على شهادات دراسية عليا، معلناً عن نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي وإصداره شهادات دراسية زاعماً أنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال هذا النشاط الإجرامي من الاستيلاء على أكثر من 13,000,000 جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت مديرية أمن الشرقية من ضبط صاحب مكتبة لقيامه بتزوير الشهادات الطبية وترويجها على راغب الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذا من مكتبته وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي.